هذه الوقفة ديالنا جاءت نظرا لتماطل رئيس الجماعة الذي هو الآمر بالصرف لتنفيذ الأحكام ديالنا. عندنا أحكام نهائية قضائية، أحكام باسم جلالة الملك، القضاء انصفنا، ولكن للأسف الشديد الجماعة تتماطل، جماعة تتماطل في شخص رئيسها. ومن هذا المنبر أنا أحمل، نحن نحمل المسؤولية وكامل المسؤولية للمجلس ككل بمستشاريه وبرلمانيه، ونحمل المسؤوليه لسلطه الرقابه في شخص عامل الاقليم، لانهم ما تدخلوش، كيتفرجوا كل هاد الناس كلهم جالسين كيتفرجوا من بعيد ويتلددون بالمعاناه ديالنا. نحن نعاني ونعاني الامرين، وهم يتلددون بمعاناتنا، ومسيرتنا النضاليه مستمره وطويله. وهاد الشيء حنا ما غنقولوا، حنا ما غاديش نعياو، احنا ما غاديش نعياو، احنا مستمرين في نضالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا جينا وقفنا حاليا من اجل مطالبه بتنفيذ احكام قضائيه في شقها المالي، اللي حاليا دابا لها واحد العام ونصف والرئيس يتماطل في تنفيذها، في تحقير ظاهر وجلي للعيان، تحقير حكم قضائي صادر باسم جلاله الملك، صادر من اعلى محكمه في المغرب، هي محكمه النقد. الرئيس وحنا كنحملوا المسؤوليه في هذه الواقعه اللي وقعنا، كنحملوها للسيد الرئيس بصفته امر بالصرف، والسيد عامل صاحب الجلاله بصفته السلطه الرقابيه اللي خاصها تساندنا حنايا وتطبق القانون بحذافيره، لان حنا عندنا احكام قضائيه من اشبقى من وراء احكام قضائيه باته، وهذا السيد هذا كيتماطل علينا وغالق باب الحوار، وحنا راحنا مستمرين في هذه الوقفه حتى نيل المطالب ديالنا المشروع. وشكرا. هي وقفه ضمن فعاليات الاحتجاج والنضال ديال الموظفين الجماعيين تابعين لجامعه اسفي حاصلين على احكام قضائيه باته. كتجي هذه الوقفه ضد تعنت رئيس جامعه اسفي ومعه مدير المصالح من اجل تنفيذنا حقنا العادي للمشروع. هي احكام قضائيه باته بمعنى استوفى جميع الشروط القانونيه. يعني نتساءل لماذا يتم استثناؤنا وعدم صرف مستحقاتنا المالية واستكمال مسطرة التنفيذ في شقها المالي. لذلك نحن هنا من أجل التعبير عن حقنا العادل والمشروع ضد هذه الأشكال ديال عدم الاهتمام بمشاكلنا، اللي هي مشاكل اجتماعية كنعانوا منها كطبقة موظفين في سلالم الدنيا. كانت مسطرة الطاقات ابتدائيا ثم استئنافيا ثم نقدا، وبعد مسطرة التنفيذ كنلاحظوا بانه رئيس جماعة اسفي يرفض او يتماطل في تنفيذ وضعتنا المالية. لا يعقل ان الوضع الادارية سوى سنتين، هذه سنة ونصف سنة، التنفيذ كذلك، وكتبقى الوضعية المالية وضعية عالقة. يحتجون بان السيولة المالية غير متوفرة، لكن حنا كنقولوا لهم بان ميزانيتنا تمت برمجته في سنه 2020، وكان يمكن بان التسويه تكون قبل، ولكن هذا المشكل مشكلتهم. اما نحن فاصحاب حق نناضلوا هنا من اجل حقنا العادل والمشروع. سنينا الشهر الاول الشهر الثاني فاذا به مسلسل ديال التسويف والتماطل. معركتنا مستمره من اجل النضال بجميع الاشكال اللي كتقتضيها الظروف. كنقولوا صامدون صامدون، وتحيه لكل الاطر الصحفيه والنقابيه، وتحيه لساكنه اسفي المنتظمه عندنا في هذا الاطار.